قضية عامل ايه؟ الدكتورة منى برنس، الأستاذة الجامعية اللي وضعت بعض الصور لها ومشاهد الرقص على صفحتها الشخصية وتناولناها، قلنا هل الحياة الشخصية هنا للشخصية العامة أو التي تتبوأ مكانا تربويا واجتماعيا ملك لها ولا ملك للناس؟ دكتورة منى يبدو أنها بترد ونزلت شريط تاني بترقص فيه وقالت أقول اللي احنا يعني شايفينه كده بسرعة يعني مش هنشوف، وقالت إن فيديو الرقص السابق ده ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي مش ندمانة. لا يا بابا أنا مش ندمانة وهفضل أرقص طول ما فيا صحة، الرقص حياة وفرح وصحة، وبالذات لما نكون عايشين في بلد خربانة على كل المستويات ما فضلناش غير الضحك والفرح، حلوا عن سمانة. طب ما هي مدام بلد خربانة ما هي لازم تخرب لما يبقى فيها الوجوه دي، بصراحة أنا بقولها كده. هي بقى يعني بتقول دي حريتها لا الشخصية. ماشي، بس انت شخصية عامة ما تقوليش بقى بلد غربانة وخربانة انت يعني. شايف دي حريتها الشخصية؟ طبعا، وانا شايف ان اللي يتكلم في الموضوع ده هو اللي ذكوري الحقيقة، حتى لو كان انثى يعني. يعني الانثى التي تعتدي على الدكتورة منى في حريتها هي اللي ذكورية. طيب دلوقتي هي اللي ذكورية الحياة الشخصية، الحياة الشخصية اذا في موضوع تاني. اذا ظل الحياة الشخصية يعني احنا متهمين طول القعدة ان احنا ذكوريين علشان بنبص الى الانثى بشكل مختلف. طب احنا النهارده انثى بتبص لها بالشكل ده؟ حضرتك ما فهمتش انا اقصد ايه على فكره يا استاذ يعني احمد. احنا اللي بنبص لها يا ريت يعني ما تاخدش الكلام من سياقه لو سمحت. انا لما ابقى عندي وضع معين وبشتغل في كارير معين يمس بلدي ويمس ولادي ويمس شخصيتي، لو ما حافظتش على الكارير بتاعي ده يبقى انا لا استحقه. انا اتحداك اذا كانت هي في جوه المدرج تدرس افضل ماده وتدرس انا ملياش دعوه يعني. انا ليه حضرتك؟ واحنا مالناش دعوه غير بالمدرج، احنا مالناش دعوه باوضتها ولا شخصها ولا طب صحيحة. ما هي حضرتك احنا اللي دعوه غير بتحط لي بالمدرج، قاعده في رأس. المدرج بتدرس لا ماده انا معاك من المواد وممتازه فيها ومتطوره. على فكره انا كنت امال ليه 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 في المانيا اللي هي دول الحريه في اوروبا يعني اذا الوزير دخل مالها ليلي بتقوم ضجه ويتم اقالته؟ لأنه هنا اعتبروا انه حياته الشخصيه ليست ملكا له، صحيح، وانه دخل مكانا لا يليق. يعني هي لو احتفظت بحياتها الشخصيه، يعني هي لو رقصت كده وما طلعتش الفيديو ما حدش هيكلمها، صحيح. المشكله هي اللي طلعت حياتها الشخصيه. احنا الحقيقه يعني ما بنفكرش غير في زي ما حضرتك قلتي في الاول، احنا كل تفكيرنا منصب على الرقص والجنس يا فندم. حقيقه يعني حضرتك ما فهمتش انا النهارده مين بحث علم طبعا دكتور ما اعرفش دكتور عمنا لو انا بحث استاذه سميه انا مين بحث علم الدكتوره دي؟ هل احد انا فينا عندي وضع اجتماعي لازم احافظ عليه، ما ينفعش حضرتك تبقى محامي، ما ينفعش حضرتك تبقى محامي وعندك الموقع ده. هي قاعدة في بيتها، قاعدة في هتبقى يعني قدوة ازاي يا فندم حضرتك لما تبقى هي رقصت في المدرج؟ ما هي وضعت ده على النت اصبح ازاي تبقى قدوة؟ لم يعد حياة خاصة، هو ده بتقطع لم يعد حياة خاصة ليه؟ يعني بعد ان وضعته على النت هي اللي طلعت حياتها الخاصة للناس، هو ده اللي انا اقصده. انما لا احد يلومها لو بترقص في بيتها في حفلة في احتفال بتذهب لشواطئ. مدام سمية اتفضلي يا فندم. السلام عليكم.